بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، كلنا نتمنى غفران الذنوب، سنة عظيمة تغفر بها الذنوب بشكل لا يتصوره عقل. روى ابن دريس والبزاز رحمهم الله والإمام البيهقي في شعب الإمام والإمام السيوطي الحافظ السيوطي في الدور المنثور بتفسير المعصور من حديث أنس بن مالك: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفرت له ذنوبه 200 سنة. هناك حديث آخر أيضا عن أنس بن مالك: من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفرت له ذنوب 50 سنة. إذا قراءة هذه السورة بكثرة تضمن لنا بإذن الله غفران الذنوب وتكفير السيئات، فياريت نكثر من قراءة هذه السورة قدر المستطاع. والله في ناس كل يوم بتقرأها 1000 مرة، 1000 مرة كل يوم بلا مبالغة. يعقوب بن يوسف ذكر ابن كثير، ابن كثير ايضا ذكر هذه الاحاديث، ابن كثير ذكر هذه الاحاديث ان يعقوب بن يوسف ده واحد من كبار علماء السلف الصالح كان يقراها كل يوم 31 الف مره، وفي روايه 41 الف مره. كان الله تعالى يبارك لهم في الوقت. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.